يلا اللي عايز جبنة قديمة. انت يا بنت يا كارما، مين ده اللي عايز ياخد بالجزمة القديمة؟ جزمة قديمة ايه يا ماما؟ دي واحدة بتبيع جبنة قديمة. والله ما ابن قديمة غير مين يا ماما؟ لا يا اختي، هو انا عبيطة اقول لك عشان تروحي تقولي له ده انت حبيبة ابوكي؟ لا لا، انا قصدي ان انت هتقولي له، يعني ان انا هقول لك مين. الخيبة اللي انا فيها دي، بتقولي ايه يا ماما؟ يا اختي ما اقول اللي اقوله، هو انت مركزه معايا كده ليه؟ ما تخليكي في الموبايل اللي انت ماسكاه ليل ونهار ده اهو. يلا امشي من وش، احسن تروح تقوله. مالك يا حموكشه؟ ايه بس اللي جرالك؟ مالك يا حبيبي؟ ايه غير احوالك؟ زعلان من ايه؟ متغير ليه؟ ما تقولي يا بيه. زعلان كده ليه؟ متغير على اهلي ليه؟ هو انا عملت لاهلك ايه؟ تسلم ايدك يا حبيبي، اعمل لك شاي قهوة؟ حاضر، من حقك تظبط دماغك. ودني عمال اوريك يا بنت الكلب.